المنطقة العربية إلى العالم من حولنا. ونادي البلاسي محلل الأسواق في إيكويتي جروب معنا في هذه الأثناء. يعني دعينا نتحدث عن حركة الدولار في المرحلة المقبلة، وهي محكومة أيضا ب يعني بعض البيوتات الخبرة تخفض أيضا من توقعاتها لدخول الولايات المتحدة في ركود، قياسا على تحسن بيئة العمل وتحسن التوظيف والتباطؤ في معدلات التضخم. كل ذلك إلى أي مدى يلقي بظلاله على الورقة الخضراء؟ نعم، يعني أهلا وسهلا. لسه في طبعا يعني هموم على الدولار من ناحية أنه البطالة جاءت يوم الجمعة جدا منخفضة، يعني عفوا جدا مرتفعة إلى 3.8%، وذلك يعني أثر في يعني تحركات الدولار بشكل سلبي. ولكن كان عندنا ميكس بيانات، يعني إذا يعني أخذنا نظرة عن الوظائف كانت سلايتلي مرتفعة من التوقعات، فذلك أيضا أثر على تحركات الدولار. ولكن مع ترقبنا إلى الفيدرالي الأمريكي يعني بعد أسبوعين ممكن أن نرى تحركات الدولار. إذا قاموا برفع أسعار الفائدة ممكن أن نشهد أن الدولار يستفيد طبعا، ولكن يعني 93% في الفيد واتش تول أكوردنج تو أن ممكن يكون في تثبيت لأسعار الفائدة وفقا على البيانات الاقتصادية المتباينة. نعم نادية، اليوم شهدنا تراجعات وضغوط نوعا ما بالنسبة للدولار الأسترالي هذه المرة، خاصة بعد القرار المركزي الذي شهدناه بتثبيت معدلات الفائدة للشهر الثالث على التوالي هذه المرة. برأيك اليوم هذا المسار إلى متى سيستمر بالنسبة لتوجهات المركز الأسترالي بعمليات تثبيت الفائدة إلى نهاية العام؟ نعم ساري، يعني نتوقع ممكن أن يكون في رفعة أخرى قبل نهاية السنة من المركزي الأسترالي، وهذا يعني كان ضمن التصريح اليوم أنه ممكن أن نشهد يعني رفعة أخرى. ولكن بشكل عام التضخم في أستراليا ما زال عالي عند 4.9%، والسقف النهائي ل يعني الكاش ريت تارجت عند 4.1%، فيعني نوعا ما عالي، وأيضا التضخم لسه عالي، فممكن أن نشهد رفعة أخرى. وطبعا الدولار الأسترالي كان منخفض 1% يعني من الأسبوع الماضي أيضا مع تباين أسعار النفط. طيب نادية، نذهب إلى اليورو. امبارح تحدثنا عن اليورو لكن لم تكن كريستين لاغارد يعني قد أدلت بخطابها، الكل كان ينتظر أن تأتي هذه السيدة بأي جديد فيما يتعلق بالسياسة النقدية، لكنها لم تعطي أي إشارات على معدلات الفائدة وإلى أين ستتجه فيها، ويبدو أنها تشدد أكثر على تحسن النمو الاقتصادي. كيف ينعكس ذلك بالضرورة على اليورو، وخاصة إذا ما لاحظنا مثلا جيروم باول هو صريح جدا بالنسبة للتوجهات وأي من البيانات التي تهمه، كريستين لاغارد لا أقول أنها غير واضحة ولكنها لا تريد أن يكون كل اجتماع لها أو كل تصريح لها متعلق فقط بمعدلات الفائدة. صح، يعني أمس لم تكن يعني واضحة على الإطلاق، وشاهدنا أيضا اليورو لا يزال ينخفض، ويعني اليوروزون بشكل عام تشهد انخفاض يعني جدا في البيانات الاقتصادية. نرى أن في تراجع كبير ولسه في تضخم مرتفع، ولكن يعني نظرا إلى النمو الاقتصادي الذي يشهد ضعف كبير الآن، حتى يعني بيانات من أسبانيا التي التضخم جاء لسه مرتفع، وبيانات أيضا من ألمانيا يعني تعكس ضعف في مش بس النمو ولكن القطاع الصناعي والصادرات ويعني ما إلى ذلك، فيعني ممكن تضغط على الإي سي بي من أن يرفع أسعار الفائدة، وهذه يعني الأسعار الآن سوري الأسواق الآن تتوقع أن يكون في انقسام في يعني من بين الأوفيشلز من المركز الأوروبي بخصوص رفع أسعار الفائدة، طبعا نظرا إلى الاقتصاد الذي هو يعني يعكس نمو ضعيف جدا. نعم، ونشكرك نادية البلاسي وأنت محللة أسواق في إيكويتي جروب. شكرا.